عندما يتحدث قادة الاحتلال بهذا الشكل وأنه لا يوجد شعب شيء اسمه شعب فلسطيني، طيب هؤلاء البشر، هؤلاء الكائنات الموجودون سواء في القدس المحتلة أو في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو حتى في أراضي 48، من هم هؤلاء؟ من أين أتوا؟ ألا يسأل أحدهم هذا السؤال؟ نحن من أين أتينا وهؤلاء الناس من أين أتوا؟ هم يعرفون هذه الحقائق، ولكن أنت تعرف أن إسرائيل هي القاعدة المتقدمة لخدمة المصالح الأمريكية والأوروبية الغربية في هذه المنطقة، وهم من أتوا بهم إلى هذه البلاد من أجل طرد وتهجير الشعب الفلسطيني وإحلال المستوطنين مكانهم من أجل أن تكون القاعدة الأساسية للدفاع عن مصالحهم في هذه المنطقة وحمايتها ومنع أي توحد مستقبلي للأمة العربية. ولذلك هي أقيمت في قلب العالم العربي، تفصل شماله عن جنوبه، وبالتالي هي لها أهداف استعمارية واضحة، وبالتالي هم أن تقول لا يعرفون، هم يعرفون أنهم أتوا بهم من العديد من والكثير من الدول، سواء اليهود الإشكناز الذين ليس لهم علاقة بالسامية لا من قريب ولا من بعيد، واليهود الشرقيين والذين كانوا يعملون على تهجيرهم من الدول العربية بعمليات القيام بعمليات تفجيرات سواء في العراق أو في مصر أو في غيرها من الدول العربية من أجل تهجيرهم إلى أرض فلسطين وتخويفهم، رغم أن من كانوا في اليهود في فلسطين عاشوا إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني بدون أي تفرقة عنصرية أو دون على الجنس أو اللون على وغير ذلك. ولذلك نحن ندرك تماما أن الهدف من بإقامة هذه الدولة له أهداف استعمارية واضحة، وبالتالي عندما تجد أن الإدارة الأمريكية أكثر تطرفا فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني من القيادة الإسرائيلية الحالية، بايدن يقول يفتخر أنه صهيوني وسيقف في محل الدولة حتى آخر يوم في حياته، بلينكين يجاهد بيهوديات جاك سلفيان، لويد أوستن الذي يحشد الآن القوات والبوارد والطائرات ومعه قائد الجيوش الأمريكية مايكل كورولا وغيرهم، هؤلاء يدافعون عن مصالحهم في هذه المنطقة، وهذه تمثل جوهر مصالحهم في هذه المنطقة وحماية تلك المصالح. كيف ترقب الوضع الداخلي الإسرائيلي سيد راسم في ظل التأهب للتصدي للرد الفعل الإيراني المتوقع على اغتيال إسماعيل هنية في طهران؟ هل هناك إجراءات غير اعتيادية؟ نعم يا سيدي، يعيشون حالة من الرعب والخوف والارتباك غير مسبوق جبهتهم الداخلية، هناك عمليات ترحيل للمستوطنين من المناطق الشمالية وإخلاء بمسافة 40 كيلومتر، وحتى مستوطنات مسكونة طلبوا ولم تكن مشمولة في الإخلاء، طلبوا منهم عمليات الإخلاء، إخلاء المصانع، وطلب من المصانع بأن تتخلص من المواد الكيماوية إلى أقصى حد ممكن، بالإضافة إلى دعوات السكان إلى البقاء قرب المناجم وتخزين المواد الغذائية والمياه وشراء المولدات الكهربائية، وحتى حكومة الاحتلال ووزراء الاحتلال، وتم إقامة ملجأ محصن تحت الأرض لهم في مدينة القدس بالإضافة إلى الملجأ الموجود في تل أبيب، وكذلك ألغوا الإجازات لكل القطاعات العسكرية، الطيران دائما على وهمة الاستعداد ويحلق في الجو الاستدبار في البحر وفي البر وفي الجو، كذلك المؤسسات الاقتصادية تعمل ربما بثلث أو ربع طاقتها، الحركة التجارية والاقتصادية شبه مشلولة، الطيران أزمة على عمليات الحجوزات للمغادرة دولة الاحتلال، وأكثر من 150 ألف عارفين في الخارج، ولذلك هذه الجبهة الداخلية تعيش أوضاع صعبة جدا ليست شبيهة بما بليلة الرد الإيراني 14-15 نيسان على استهداف قنصلية في دمشق، الأوضاع أسوأ بكثير من ذلك، وحالة
غير المسبوقة تعيشها دولة الاحتلال، سواء على صعيد المجتمعي وعلى صعيد حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال. هذه الدولة التي تفاخر بأنها قادرة على الرد واستهداف سواء إيران أو حزب الله أو حماس والمقاومة لوحدها، هي تستنجد بأمريكا وبدول الغرب وحلف الناتو العربي من أجل إيجاد حزام درع أو درع صاروخي للتصدي للصواريخ والمسيرات التي ستطلق عليها من محور المقاومة.